إذا لو جينا نطلع على الآن هتكون واحد ناخد ال pitch and shaft هاي الشافت اللي هنلف معايا راح اعطيني هون تورك او راح يكون عندي هون روتيشن بيتا او اوميجا او اكسلريشن راح ينشا عندي هون الكارج راح يصير يتحرك بي اس ديستانس بي او ان مظبوط الشباب اللي ورا اهدوا شوي بس هدوا اعصابكم شوي اذا سمحتوا سيف المعاني هلا عندي هون البيتش البيتش راح ناخذ العلاقه بين هلا في كتب بتعكس في كتب بتاخذ العكس احنا راح ناخذ الحركه الخطيه الديستنس اس على الحركه الدورانيه ايش الوحدات تبعتها راح تكون اس وحدتها متر بيتا وحدتها اذا متر بير هلا اليونت الشائعه المستعمله اكثر هي سمول بي انا راح استخدمها سمول بي واللي هي وحدتها عاده بتكون ملليمتر بير ريفولوشن باخذ اسهل بكثير من قيس لهذا ملليمتر بير ريفولوشن مش هيك بلف الشافت قديش لفه كامله ريفولوشن كامله وبشوف قديش بتحرك بالمليمتر فهذه الوحده هي مضبوط هذه هون اس اي وسهوله الاس اي ما بدي اعمل ما بدي فاكتور مصحح هذه هون مش اس اي خلينا نحول ما بين الاثنين كيف بدي احول هذه اللي هي كابيتال بي احولها ل ملليمتر بير ريفولوشن المتر حتى احولها لمليمتر ايش بدي اضرب؟ بدي اضرب في 1000 مليمتر على 1 متر هذا بنسميه يونيتي براكت ليش سميته يونيتي براكت؟ لانه قيمته يونيتي مش هذه هاي مساويه لهي الاثنين بيشبهوا بعض وبعدين بدي اتخلص من الريجن، الريجن هذا وين موجود؟ تحت ايش بدي اضرب هون؟ ريجن الريفولوشن كم ريجن؟ 2 باي ريجنز بير 1 ريفولوشن هل هذا يونيتي براكت كمان؟ مش هاي مساويه لهي؟ اذا عندي الراديان اللي هون راح يشطب مع الراديان اللي هون، المتر اللي هون راح يشطب مع المتر اللي هون، ايش راح يصير عندي اليونت هذا الجديده صارت؟ صارت مليمتر سبير ريفولوشن سكيل فاكتور بس سكيل ايش قديش سكيل فاكتور؟ 2000 هذا السكيلينج فاكتور اليوم بي صارت 2000 باي لبي صارت عندي هلا سمول بي تساوي كابيتال بي مضروبه في 2000 باي هون الوحده راح تكون مليمتر سكوير ريفوليوشن او بصير عندي يعني التسوية 2000 باي كابيتال بي هاي العلاقة رح نستعملها إذا بي كابيتال ايش الوحدات تبعتها؟ اس اي وحدتها رح تكون متر سبير سمول بي رح تكون وحداتها متر سبير هلا بدنا نعمل نفس الشيء بدنا نعمله بدنا نعمل بقانون نيوتن التالي، قانون نيوتن التالي رح نطلع رح يكون عندي هاي ال افترض هون السكرو وهون في عندي ستيبر موتور عشان نقربها للاذهان الستيبر موتور راح يكون هو الانبوت درايف وانا هون شاب هل في عندي فيش عندي هون جير مباشره انا شابك الستيبر موتور مباشره شابكه في هذا السكرو عندي هون في كارج والكارج هذا متخيل عليه السكانر اللي حكينا عنها او الضوء او وهذا السكانر عماله بيطلع وبيطلع هون طبعا عندي في بيتش لهذا السكرو بوحدة مليمتر سبير ريفولوشن بدي احولها لكابيتال بي ايش راح اعمل فيها؟ كابيتال بي بتساوي سمول بي مقسوم على 2000 اوكي؟ هلا نيجي نسال السؤال بدي اطبق قانون نيوتن التالي ايش بقول لي قانون نيوتن التالي؟ ايش راح احط انا هون من الستبر موتور؟ تورك ايش راح ينشا عندي هون؟ ترانزيشن فورس وترانزيشن مش هيك؟ إذا عند وخلينا أفترض إنه السؤال كان المطلوب
ايش هذا ذكركم؟ بروفايل تساوي في البروفايل تمام. من البروفايل ايش راح نطلع من هون؟ لينير اكسلريشن ان متر بير سكند. فالمطلوب مني انه هذا الجسم احركه واعمل له تسارع مقداره ايه، وطبعا التسارع اللي مقداره ايه ايش راح تقابله هون؟ وكمان تسارع الفا، وهون عندي الفا واوميجا وثيتا، هون عندي A V و S. العلاقة بينهم ايش العلاقة بين الثلاث كوانتيتيز هذول؟ عندي A هتساوي الفا مكتوبة في، خلينا نتأكد من اليونتس. ايش اليونتس تبعت A؟ متر بير سكند سكوير. هون عندي راديان بير سكند سكوير، هون عندي متر. لما تضرب متر في راديان بير سكند سكوير بصير عندي متر بير سكند سكوير. وحدة الراديان وحدة دايمنشنلس، مظبوط؟ متذكرين ايش قلنا وحدة الراديان دايمنشنلس؟ ليش دايمنشنلس الراديان؟ مسافة هاي مسافة، مظبوط؟ مش هذا الراديوس مسافة؟ هذا الارك مسافة، مظبوط؟ شو العلاقة بين الراديوس والارك؟ مضروب بالثيتا، مظبوط؟ ثيتا في ار، خلينا نسمي هذا هون ارك، بتساوي الارك كمان، هذا ايش وحدته؟ وهذا ايش وحدته؟ وهذا ايش وحدته؟ اذا الراديوس شو بيساوي؟ ممكن كأنه هون اهمل الراديوس. اذا صار عندي العلاقة بين هذول A بتساوي الفا، V بتساوي اوميجا بكابيتال P، و S بتساوي ثيتا بكابيتال P. اوكي، هذول الثلاث علاقات، ايش بيشبهوا هذول العلاقات بذكركم؟ المرة الجاية نجيب لكم كراس بس تحملوا شوي. ايش بذكرنا هذول العلاقات؟ بأي سيستم؟ بالشيب، لما كانت عندنا الشيب مضبوط نفس الطريقة كنا نحول من السيستم. هلا هذا ممكن افكر فيه انه هاي سبيد شافت، وهذا ما لهش اسم، يعني بلاش نسميه لو سبيد شافت، هو هون الترانسليشنال موشن. اذا اول سؤال، هذا الجسم من هون الماس تبعته ام، قديش راح يكون الفورس اللي عليه؟ ام جي. اذا في عندي فورس ناتج عن الماس بتساوي ام في جي. مثلا السؤال الايكوفلنت تورك اللي راح تسببه هاي الماس على الهاي سبيد شافت شو بيساوي؟ حتى نحل هاي المساله خلينا ناخذ العلاقات الاساسيه. عندي الفورس في الديستنس بتساوي التورك في الروتيشن، فورس في الديستنس بتساوي التورك الفورس في الديستنس. يعني الكونزرفيشن اوف انرجي ايش بقول؟ اذا تحركت هاي مسافه معينه فورس في ديستنس، هاي المفروض انها تلف دوران معين. تي في ثيتا ايش بتعطيني؟ ايش وحده تي في ثيتا؟ وقت. طيب فورس في ديستنس شو بتعطيني؟ ورك انرجي، مش هيك؟ يعني لو عندي جسم هون والجسم هذا اثرت عليه بالفورس ومشيت مسافه معينه اس، بكون عملت شغل، مظبوط؟ الشغل هذا شو بيساوي؟ الورك بيساوي اف في اس. ايش البرودكت اللي بعمله على اف واس هون؟ دوت برودكت، مش هيك؟ لا دوت برودكت هون، وبعطيني الوحده شو بتطلع معي هون؟ نيوتن متر اللي هي جول، نيوتن متر السكيلر، طبعا السكيلر الدبليو سكيلر، الاف فيكتور والاس فيكتور، مظبوط؟ بعمل دوت برودكت بينهم. طيب لو اطلعت على تي وثيتا ايش هم عباره عن ايش؟ تي وثيتا كمان تي وثيتا هم فيكتورز، مش هيك؟ تي كروس برودكت مع ثيتا، ولازم اعمل كروس برودكت هون، عفوا دوت برودكت ما بين الاثنين. تي وين اتجاهها؟ مثلا هيك، والله يا شباب انه بدي تطفوا الموبايل اول ما تدخل على المحاضره. التي من هون عندي بهذا الاتجاه فيكتور، والثيتا بهذا الاتجاه فيكتور، مظبوط؟ الاثنين هذول فيكتورز. لازم يكون بنفس الاتجاه، صار عندي هون دوت برودكت ما بين الاثنين، ايش بعطيني؟ ورك، مظبوط؟ واضح ليش ورك؟ أنا لو جيت على شافت والشافت هذا حطيت عليه تورك وحسيت في مقاومة بتقاومني، بس استطعت إني ألفه نص لفة، مش عملت شغل؟ زي ما لما جيت على هذا الجسر ولقيت في مقاومة ودفشته بالفورس وتغلبت على الفورس وحركته مسافة معينة، مش عملت شغل؟ مش هون كمان عملت شغل؟ مظبوط؟ لا. تي في ثيتا ايش وحده تي؟ نيوتن متر. نيوتن متر. ثيتا؟ طيب.
راديان بس الراديان هي تانجنشال يونت فبصير عندي هذا لاحظوا نيوتن متر هون وحده ايش تور بس ايش انتج عندي نيوتن متر وحده ايش جول لانه هون انتج عندي ورك ورك ايش متر ولا سكيلر سكيلر انتج عندي هون اذا حسب مبدا حفظ الطاقه كونزرفيشن اوف انرجي ايش لازم يكون عندي الانرجي اللي بحطها هون بدها تنحفظ الانرجي اللي هون مش هيك لكن في عندي efficiency مضبوط اذا الانبوت باور مضروبه في efficiency هتساوي output باور اذا عندي ايتا في تي في ثيتا هتساوي اف في اس مضبوط هيك الكل واضح هاي فاهمها ليش ضربنا في ايتا لان الباور اللي بحطها انا لهون فالباور اللي بحطها من هون راح ينقص جزء منها واللي بضل ايش راح يعطيني F في S إذا صار عندي هلأ T شو بتساوي؟ بتساوي F على ثيتا في S على ثيتا إيش هي S على ثيتا؟ أي واحدة من التكشيز إذا محل S ثيتا بقدر أحط كابيتال P أو بقدر أحط F على ثيتا سمول P على اوكي اذا هاي المعادله الاساسيه اللي موجوده هون بس اف بالحاله هاي شو هي؟ ايش الفورس اللي الماس بتنقلب عليها؟ بتنقلب على انرجي على الاقل اذا صارت عندي التورك اللي ناتج عن الماس اللي بدي اتقلب عليه لما بعمل له ريفلكشن الهاي سبيد شاف بيساوي ام في جي على ايتا اللي هي الافشنسي تبعت السكرو وبعدين راح اضرب في البيتش اذا بدك تضرب في السمول بي راح تكون هاي 2000 هاي اول معادلة مهمة بالنسبة لي وتذكروا في معادلة مقابل معادلتين تقابلوهم وين كانوا؟ وين كان في اشي بقابل هدول في الكونفير والهويس مظبوط؟ مش كنا ناخذ الماس ونحولها على الهاي سبيد شارب ونطلعها على الكونفير نفس الشيء نطلعها على الهاي سبيد شارب اذا هذا اول جزء ايش الجزء الثاني اللي بحتاجه؟ الماس هاي شو بدي اطلع لها على الهاي سبيد شارب؟ ايكوفلنت انيرشيا اذا نفس الشيء بدي اطلع هون اي ايكوفلنت للماس على هاي سبيد شارت هذا هو السؤال ايش بستعمل كمان نفس الشيء المبدا ايش المبدا اللي استعملناه هون كونزرفيشن اوف انرجي مش هيك استعملنا كونزرفيشن اوف انرجي هون ايش الطاقه اللي بدي اعملها كونزرفيشن هون كينيتيك انرجي شو الكينيتيك انرجي لو عندي هون فلاي ويل بتلف هون شو راح تكون الكينيتيك انرجي الموجوده فيها نص ايش نص اي في اوميجا ايكوفلنت في اوميجا سكوير مظبوط وشو الكينيتيك انرجي لو هذا بس ماشي بخط مستقيم على السرعه المعينه ام بي سكوير مظبوط لو عندي 100% افشنسي شو بقدر اقول عن هدول الاثنين؟ بتساوي لكن انا مضطر اضرب في ايتا ليش بضرب بايتا هون؟ لانه الطاقه بتيجي من هاي الجهه الطاقه اللي موجوده هون او التورك اللي موجود هون رح يتحول لهون فبضرب هذا في ايتا هاي هي الطريقه الصحيحه إذا النص عندي بيشطب مع النص اللي هون مضبوط؟ بصير عندي I equivalent للماس على الـ High Speed Shaft بيساوي الماس بقسمها على إيتا بعدين بإيش بضربها؟ بـ V على أوميجا ترجيع بس إيش هي V على أوميجا؟ V S على ثيتا و V على أوميجا و A على ألفا شو هم كلهم هدول؟ A على الفا او B على اوميجا او S على ثيتا شو هم؟ بيتش بيتش بالكابيتال كابيتال بي اذا عندي M على ايتا كابيتال بي تربيع او M على ايتا سمول بي على 2000 باي تربيع اذا هذا القانون الثاني اللي عندنا هون اللي هو M على ايتا هدول وين راح احطهم الان؟ في قانون نيوتن الثاني، وين برجع قانون نيوتن الثاني على اي شاط راح اعمله ريفرنس؟ على هاي سبيد شاط